عرفتوا فاش ما كيكونش عندك مع شي حد وغير كتشوفو كتبدا تفيبري بالاعصاب؟ هكاك داير الدماغ مع السخانه، ما عندوش معاها. طفل على 10 كتجيه كريز او تشنج بسبب السخانه اللي ما كيستحملهاش الدماغ. الاباء اللي عاشوا هاد التجربه مع اولادهم اول مره دازت عليهم بالخلعه، والاباء اللي لا قدر الله يقدروا يعيشوها خصهم يعرفوا هاد الشيء. اولا ما تخاف ما تدهش، نعس الطفل على جنبه، خويلو فمو الا كانت فيه شي حاجه باش ما يتخنقش، خفف الحوايج ودير قالب السخانه باش تهبط. قالب القالب ماشي سيرو السخانه، راه تقدروا تقتلوه هو فقد الوعي. نخلي لاكريز دوز ونهز ولدي الطبيب باش نعرف سبب السخانه ونعالجه. عامه لاكريز فاش كتكون قصيره اقل من 5 دقائق جات مره وحده العضلات كلها كتشنج، هنا كنعالجوا سبب السخانه وكنوعيوا الاباء ان الطفل ديالهم حساس للسخانه وخصهم يردوا معاه البال. مريضنا ما عنده باس. اما فاش كتكون كريز طويله اكثر من 4 ساعه او كتكسلي غير عضلات محدده في الجسم او تكررات بزاف د المرات او كتخلي ليا شي عجز حسي او حركي من بعد ما دازت، هنا خصنا نديرو تخطيط ورنين مغناطيسي للدماغ، ثم نحميو دماغ الطفل بواحد الدواء ضد الكريز الى حدود يدير 5 سنين، حيت ابتداء من هاد السن الدماغ كيكتسب واحد النضج عصبي اللي كيخليه اكثر تقبل للسخانه. اي والله نجي وليداتنا من كل سوء.